صباح الخير. ومن فن الفسيفساء، هذا الفن الجميل الرائع اللي شفنا جزء منه من خلال قافلة يوم جديد وأحمد أبو حماد، واللي بيحتاج جهد، ولكن إذا الواحد عنده يمكن آلية. أنا مرة سألت أشخاص هل بدهم مجهود عضلي لما بيكسروا الحجار، قالوا لا، في آلية أكيد معينة ممكن أنه اتباعها، مشجع أكيد على المحافظة على هذا الإرث وهذا التراث وهذا الفن الرائع. اليوم رح ننتقل بفقرتنا لموضوع في غاية الأهمية وبخص كل فرد فينا، كل شخص موظف. وهلا حاليا يمكن اغلب الناس صاروا موظفين، حتى المراه صارت عامله، بتهتم كثير وبيهتم الفرد انه يعرف امتى ممكن يقدم استقالته. احيانا بيئه العمل بتكون غير مناسبه، ممكن يكون نفسيته تعبانه، ممكن يكون راتبه مش بزياده، حابب انه يحسن دخله، ولكن في تفاصيل كمان تسبق الاستقالة وما بعد الاستقالة. اليوم رح نعرف أكيد من خلال أستاذ نضال الشلبي مستشار الموارد البشرية عن هالموضوع بشكل أكبر. صباح الخير. صباح الخير لحضراتكم وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. كيفك أستاذ نضال؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم. ودائما تحت الهواء لما نتحدث أنا وياك بيكون دائما همك أنه الفرد يعرف حقوقه، بالإضافة أكيد للواجبات اللي عليه بالوظيفة، حتى لا يظلم ولا يستغل. أكيد. فاليوم أول شيء بدنا نبدأ قبل ما نبلش بالاستقالة، يمكن نبلش بالإجراءات القانونية والحقوق العمالية للفرد. إيش اللي لازم يأخذها الشخص بعين الاعتبار، الموظف؟ أوكي، شكرا لتساؤل حضرتك. إحنا بالعادة اتعودنا أنه نحكي عن حقوق العامل وهو على رأس عمله. صح. بس أنا اليوم بدي أثير نقطة كتير مهمة. للعامل حقوق قبل ما ينضم للعمل، متمثلة بعقد العمل وإبرامه وتوقيعه. تمام. بنصح جميع الأشخاص اللي بيعملوا مقابلات توظيف أن لا يقوموا بتقديم استقالاتهم من أماكن عملهم الحالية قبل إبرام عقد مع الشركة الجديدة والحصول على نسخة من العقد. يعني يضمنوا حقهم. يضمن حقه قبل ما يستقيل من عمله الحالي. اثنين، لازم الموظف يعرف أنه في عنده فترة تجربة. فترة التجربة هي حق مكتسب لكل الطرفين، العامل ورب العمل. يجوز خلالها، كما يجوز لرب العمل إنهاء العامل دون إعطائه إنذار مباشرة، يجوز للعامل ترك العمل دون إعطاء شهر إنذار. كمان من الحقوق العمالية اللي إحنا كتير اللي هي فترة التجربة 3 شهور. 3 شهور، نعم. أول 3 شهور. لازم يعرف العامل إنه بعد أو لما يتمم 16 يوم من وجوده على رأس عمله لازم يخضع للضمان. بعض الشركات تتحايل على الموظفين وتخضعهم للضمان بعد مرور 3 شهور. مزبوط. وهذا مخالف القانون. بعد التثبيت. ابدا. مخالف القانون هذا. بعد 16 يوم من يعني انضمامه للعمل. تمام. اوكي. في عندنا كمان موضوع كثير مهم، موضوع اصابات العمل. هلا هون دخلنا بموضوع سلامه وصحه الموظفين. صح. بعض الشركات بتحول، بعض الشركات وليس جميعها، بتحول إصابة العمل على التأمين الصحي، وهذا إجراء مخالف للقانون. اثنين، في شركات ما بتبلغ الضمان الاجتماعي بإصابات العمل، وهذا كمان مخالف للقانون. إذن المفروض خلال 14 يوم من تاريخ وقوع إصابة العمل أن تقوم المنشأة بإبلاغ الضمان الاجتماعي. طيب هون في سؤال، اليوم أنا تعرضت لإصابة عمل سواء بسيطة أو خطيرة ورب العمل أو المنشأة ما بلغت الضمان الاجتماعي، إيش الإجراء؟ الإجراء يحق للعامل نفسه أو أهله إبلاغ الضمان خلال 4 شهور من وقوع الإصابة. معكم 4 شهور، أعطوكم مدة كافية إنكم بعد الإصابة، الله يبعد الإصابات جميعها عنكم. بالضبط. أنا بختم بلانه كتير أمور الحقوق العمالية بصراحة بدها شرح أكثر من هيك. بهم يعرف العامل إنه إذا تغيب عن عمله 10 أيام متصلة يجوز إنهاء خدماته مشروطة بنشر إعلان بالصحيفة وإرسال بريد مسجل على عنوان البريد أو عنوان سكنه، أو 20 يوم متقطعات خلال السنة، يعني من شهر 1 لشهر 12 في عنا 20 يوم متقطعات غياب عن العمل. هاي بترتب بدون عليها بدون تبرير طبعا، فصل. إحنا يعني بدون، نعم، تقديم إجازة أو بدون يعني إبلاغ الشركة. صحيح. هلأ أنا بدي أوضح كمان شغلة قبل ما ننتقل لتقديم الاستقالة، يا ريت الكل يقرأ العقد، مهم جدا. احيانا بنكون عندنا لهفه للعمل، احصل على الوظيفه دون ما افكر بالزبط ايش تبعاتها، ومش مشكله وخلص بتمسك العقد وبتوقعه من سعادتك من شغفك من انه الواحد حابب انه يعني يسترزق زي ما بيقولوا. فيا ريت نقرا العقد، احيانا بيكون في بنود في العقد بعدين ممكن انه يعني الواحد يندم عليها اذا وقع عليها. ونقطه مهمه عشان بهمني كمان اشير لها استاذ الكسندرا، انه الاتفاق الشفهي يعتد به ويأخذ به بالمحاكم، ولكن أي اتفاق شفهي بالمقابلة يفضل أن يكون مكتوب، لا نكتفى بالوعود الشفهية. طيب هلأ خلينا، يمكن ما رح نحكي بإجراءات الاستقالة حتى نكسب وقت. الاستقالة لأي سبب كان، سواء توسيع الرزق، إجت الواحد فرصة عمل أخرى، وزي ما أنت قلت بتنصحهم أنهم يوقعوا العقد. صح. للفرصة الجديدة قبل ما يقدموا استقالاتهم من عملهم القديم. صحيح. أو ممكن
بيئة غير مناسبة، أحيانا هاي يمكن أكثر الأشياء اللي بتأثر على الموظف وبتخليه يقدم استقالته، بتكون بيئة طاردة، ما في موتيفيشن، ما في تنمية لمواهبهم لمهاراتهم، كثير عدم احترام، يعني في كثير تفاصيل، عدم منحه بدل العمل الإضافي، عدم توفير التعليمات السلام المهنية ومعدات السلام المهنية، أسباب كثيرة تؤدي إلى إنهاء. هلا قرر الشخص يقدم الاستقالة، نعم، شو بيعمل؟ الإجراء إذا كان خلال فترة التجربة مثل ما أسلفت قبل قليل، ما في مجال، بترك، ما في داعي، ببرر ذمته بغادر. إذا تجاوز فترة التجربة لازم يقدم استقالته إما لمسؤول مباشر أو لدائرة الموارد البشرية بالشركة، مع إعطاء فترة إنذار 30 يوم عمل يحق له بالحصول على جميع حقوقه العمالية خلال شهر الإنذار، كما ويطلب منه أنه يلتزم بجميع المهام المناطة بوظيفته خلال شهر الإنذار. هلأ مرات كتير أستاذ نضال بيقولوا أنه بيدفعوا بدل، يعني بيقول لك أنا ما بدي أضلني هذا الشهر، بيزبط؟ بيزبط لك للطرفين، ممكن عامل يحكي لك أنا ما بدي أكمل، بدفع لك أخصم من مستحقات العمالية بدل شهر الإنذار، أو رب العمل بيحكي له نوافق فورا وبدفع له بدل شهر الإنذار. ولكن إذا كانت أنه الموظف بدي يترك ما بده يكمل شهر الإنذار، لكن بظل فيها أخلاقيا كمان أمور أخلاقية وسلوكيات، إثكس، أنه ما بقدر اليوم أقدم استقالتي وأترك، خصوصا إذا كانت طبيعة عملي حساسة مهمة، خاصة إذا بدي أنقلها لشخص ثاني وبدي أعلمه أو أدربه بالضبط، أو كل هاي التفاصيل. طيب هلأ حكينا تقديم الاستقالة قبل بشهر من الانتهاء منها، صح، لازم تكون مكتوبة خطية، نعم، وموثقة أكيد. هلأ إذا ما تم التوثيق، إذا في أفراد حكوا استقالة شفهية، شو ممكن؟ ما بيترتب، ما في شفهية. هلأ إحنا حكينا يفضل كتابية، العامل أو الموظف يقدم استقالته لمديره أو لدائرة الموارد البشرية ويحصل على نسخة، ومثل ما حكيت قبل قليل حتى لو قدمها وما معه إثبات أنه قدم استقالته يؤخذ بالقضايا العمالية بأي اتفاق شفهي. تمام. هلأ بالنسبة للاستقالة شو بيترتب كمان حقوق للعامل بعد تقديم الاستقالة؟ إمتى بيعطوه مصرياته؟ هل في تفاصيل تانية كمان لازم يحصل عليها غير الراتب اللي هو بيستحقه أكيد إذا داوم الشهر؟ الموظف استقال، أتم شهر الإنذار، في عنا مخالصة داخلية، مخالصة براءة ذمة، أنهى كل الأمور المطلوبة منه، سلم عهده برا ذمته. الآن بيجي عنا عملية احتساب الحقوق العمالية. احتساب الحقوق العمالية بالعادي بحسبوا له بدل أيام العمل اللي اشتغلها خلال الفترة الماضية أيام وساعات العمل الإضافي. إذا كان طبيعة وحيثيات العقد فيها بونص عمولي ومزايا أخرى بأخذها، استراحات العمل الأسبوعية المتراكمة اللي ما أخذها، هذه كلها حقوق عمالية يحق له أن يطالب فيها بمخالصته وبراءة ذمته. كمان شغلة مهمة، خلال أسبوع من تاريخ تبرئة ذمته لازم يأخذ جميع مستحقاته العمالية ويحصل على شهادة خبرة. شهادة الخبرة مهمة جدا، هاي لازم رب العمل يعطيها، يعني هو فرض، مضطر انه، يعني لانه في كثير ارباب عمل يعني بقول لك ما بدي اعطيك شهادة خبرة. ما في شيء بالقانون على الاطلاق. حتى احكي لك شغله، حتى لو الموظف ترك العمل على قضية وخلاف عمالي، تمام، بإمكانه من خلال مكتب العمل يطلب شهادة الخبرة، والقضية تأخذ مسارها بالمحكمة وإجراءات القانونية. لكن شهادة الخبرة فرض على رب العمل سواء بالوضع الطبيعي أو بحال وجود خلاف أو نزاع قانوني. طب أستاذ نضال بالنسبة للإجازات، في ناس مثلا بيكون عندهم إجازات، بيكونوا مثلا فترة كتير طويلة مش ماخدين إجازات، كمان هاي الإجازات أيضا يعني بياخدوها ماديا، يعني بتحسب لهم الإجازات ليأخذوها كمان ماديا؟ الأصل بالقانون في مطلع كل عام أنه إدارة الشركة تنسق وتعمل خطة الإجازات، لكن عند براءة الذمة إذا في إجازات متراكمة للعامل، تمام، يتم صرفها له نقدا. طيب أنا بدي أتركك الهوى لمدة دقيقة أستاذ نضال، تحكي لنا شو أكثر الأخطاء اللي بوقعوا فيها يمكن الأفراد والموظفين من خبرتك في موضوع الاستقالة وحقوقهم العمالية؟ أنا بقترح أو أوصي جميع العاملين أولا تقديم الاستقالة خطية، توثيق الاستقالة، و أنه يعرف يكون هو مثقف قانونيا ما له وما عليه. إذا إدارة الشركة ما ثقفته قانونيا أن يرجع إلى مرجعيات معينة، ممكن وزارة العمل، ممكن الموقع الإلكتروني لوزارة العمل حتى يثقف هو. إذا شركته ما ثقفته قانونيا هو يجب أن يثقف نفسه قانونيا حتى يعرف ما له وما عليه. وبدنا نشكر أكيد أستاذ نضال لأنه خير مثال للموارد البشرية. يا ريت كل دائرة من دوائر الموارد البشرية الموجودة بشركاتنا فعلا تكون هالقد همها الموظف وهالقد همها انه توعيته بحقوقه، بالاضافه اكيد اذا قصروا بواجباتهم كمان انتم يعني ما بتقصروا معاهم ابدا. اكيد طبعا. شكرا لك استاذ نضال الشلبي، اكيد استشاري في الموارد البشريه، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه على الاستضافه. اهلا وسهلا.